عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشتكي كثيرا من سوء أحوالنا وفساد أمورنا، نرى المنكر فلا نغيره، ونرى الباطل فلا ننكره. نشكو فساد ولاة أمورنا وما خرجوا إلا من بيوتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. صدقت سيدي يا رسول الله، كأنك تصف زماننا الذي نعيش به، كأنك تصف أحوالنا التي وصلنا إليها. انظروا إلى المسؤولين فيما بيننا، انظروا إلى ولاة الأمر، وقد وكل الأمر إلى غير أهله. اغتنى من اغتنى من الفاسدين السارقين، وما أنكرنا عليهم ذلك، وما رفضنا منهم ذلك. نرى المتسلقين في مجتمعاتنا يخرجون علينا بأسماء ومناصب ما أنزل الله بها من سلطان، نراهم يكبرون ويكبرون، ولا ننكر عليهم ذلك. إخواني الأحبة، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء في هذه الحالة فيقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم إخواني الأحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تقبل أن تكون بصحبة الفاسقين الفاسدين السارقين، لا تقبل بأن تكون صحبتك من أولئك المتسلقين المنافقين الذين لا يريدون لهذا الوطن رفعة ولا عزة. ولا يأكل طعامك إلا تقي. أطعم الطعام لمن يستحق الطعام، أطعم الطعام لأهل الخير والإيمان، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إخواني الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. نعم، وصلنا إلى حال النعم ندعو الله فلا يستجاب لنا، وذلك لأننا سكتنا عن المنكر، سكتنا عن الفساد، سكتنا عن السرقات، سكتنا عن كل ما يغضب الله عز وجل، ولم نأمر بالمعروف أبدا. آن الأوان، آن الأوان في رمضاننا هذا الذي قلنا أنه بإذن الله سيكون أفضل رمضان خرج علينا حتى يومنا هذا، أن يكون هناك تغيير. آن الأوان أن نغير، وأن ننصح، وأن نقف في وجه الظالم، وأن نقول لا للظلم ولا للفساد. إخواني الأحبة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.